انا فاكره لما الحرب سنه 67 قامت، كان في محطات لمصر في العريش وفي رفح. والدي وقتها كان في سفريه لمؤتمر في غزه. مصر غزه كانت تبع مصر وقتها، فكان المفروض هيعود، كان مسافر اخر مايو. فبصينا لقيناهم هو والدتي رجعوا بعد يوم، المفروض المؤتمر 4 5 ايام. فايه اللي حصل؟ الامن قال لهم لا لازم تروحوا. لما الحرب قامت واسرائيل استولت على المنطقه دي، كان والدي حزين جدا، قال لك سرقوا كل الشغل البحوث اللي احنا عاملينه ونسبوه لنفسهم، شغل البحوث المصريه اللي عاملاه معهد البحوث الصحراء والمراكز البحثيه المصريه، كله كان موجود في العريش وكان موجود في رفح وغزه والمنطقه دي. سرقوا المعلومات. اه طبعا، وبينسبوها لنفسهم ويقول لك احنا احسن ناس بننزع الصحراء. وقتها كان متضايق جدا، يقول لك دول حراميه بيسرقوا شغلنا وينسبوه لنفسهم. اكيد حراميه يعني، سرقوا ارض مش هسرق على رايك. فبس فهي النقطه، انت في مجال الزراعه ممكن مصر ممكن تبقى حاجه كبيره قوي. انا متربيه من وانا صغيره، كان والدي ماسك مركز بحوث الصحراء، كان اسمه معهد الصحراء وقتها. فكنا فسحتنا في الاجازه او في الصيف، كنا ان احنا نطلع نروح محطات البحوث الزراعيه، مره نروح محطه البحوث الزراعيه في زفتة، ومره نروح محطه البحوث الزراعيه مش عارفه في برج العرب، مره نروح راس الحكمه، مره نروح لحد السلوم، مره مش عارفه. المحطات دي كانت منتشره في مصر من السلوم لحد رفح. عارف رفح؟ كل الخط ده، وطبعا الدلتا كلها وانت نازل لحد اسوان. المحطات دي كانت بيطوروا فيها السلالات والتقاوي وبيزرعوا زراعات جديدة. يعني انت اول مرة تسمع عن زراعة البيكان، ما كناش بنزرعه في مصر. انا كنت شاهد وانا عيلة صغيرة على زراعة البيكان في الساحل الشمالي في محطات برج العرب وراس الحكمة، والمحطات دي كلها كانت بداية زراعة البيكان. ما كانش الشعب المصري يعرفه، فلما كنا نجيبه حتى في البيت ما كانش هو يعرفه حتى الان. لا يعرفه زي عين الجمل، بس هو احسن طعمه احلى. وبعدين ده كان ده بنزرعه احنا في مصر والله. اه اللي بتزرع في مصر؟ اه طبعا بتزرع في مصر. انا ما كنت بشوف الشجر على طول في يعني مصر دي ممكن تزرع مكسرات. ممكن البيكان كنا بنزرعه بوفره، زيت الخروع، الجوجوبا، في نباتات كتيرة انت ما يعني ما كناش نسمع عنها، كانت بتتزرع في محطات التجارب، وكانت مصر ابتدت تتوسع فيها.